الفنان الذي غنى للجزائر، الفنان الذي غنى للجزائر، نقول لكم فقط أغنية مال وطني، عرفتوه؟ مال وطني، والفنان رضا دوماز. أهلا وسهلا بك رضا. أهلا، أهلا وسهلا. واش رايك يعني في الحصة أولا في هذا الجمهور وفي أمينة زهير ومولود الصغير، مولود الصغير الوسيم يعني كالعادة والرشيق؟ جو عائلي ورانا نشوفوا حتى يعني أسر فنية يجوا يغنيوا لنا هكذا أون كوبل، حاجة شابة. طيب بعد أغنية مال وطني، هل رضا دوماز ما زال يغني للجزائر؟ يغني للجزائر والجمهور اللي يحب الجزائر. بطبيعة الحال تصفيقة على الفنان رضا دوماز. واليوم اليوم رضا جئتنا بي يدرى يدرى ترجع ايام الخير والهنا، يدرى هذه شده وتزول ولا مطوله. هذا اخر انتاج، اخر البوم عن قريب في السوق ان شاء الله. ان شاء الله. اذا رضا دوماز ويدرى ترجع ايام الخير والهنا، ويدرى هذه شده وتزول ولا مطوله مع رضا دوماز. ترجع ايام الخير الخير والهنا، يا درا يا درا يا درا ديش الدم وزول ولا مطوله، يا درا يا درا ترجع ايام الخير والهنا، ويا درا يا درا يا درا يا درا ديش الدم وزول ولا مطوله. بالمطر ما صبت وهوات السماء، شوف أرضي جردت والبذور عادمة، الخضورة بالقحط راها مبدلة، ويا درا يا درا يجري وادي ونفوز نفوز بالمنى، يا درا يا درا يا درا يعمر سوقي من جديد بالخير للملا، ترجع ايام الخير الخير والهنا، يا درا يا درا يا درا دي شده وتزول ولا مطوله، يا درا يا درا ترجع ايام الخير والهنا، ويا درا يا درا يا درا يا درا دي شده وتزول ولا مطوله. صداع في الدجار فم صاب حزين وذل في الدجار، شوف شمسي من بعد ما كسات الفجار بالكسوف انعدمت من عالي العلا، ويا درا يا درا يعسعس نجمي ويزيد يزيد في السنا، يا درا يا درا يا درا تشرق شمسي من جديد ويزول البلاد، يا درا يا درا ترجع ايام الخير الخير والهنا، يا درا يا درا يا درا دي شده وتزول ولا مطوله، يا درا يا درا ترجع ايام الخير والهنا، ويا درا يا
قلبك تنادي بالله بالقبور. شوف المنون تهدي الحزان والكدور اللي تموت ترمال ودموعها طلا. ويا درا يا درا دمي ان شاء الله مقبول مع سلافنا. يا درا يا درا يا درا سومو عاد بخيس ما هو بالغلا. يا درا يا درا نهدو لزهار الذوق اللي فناونا. يا درا يا درا يا درا فضتهم صافية ولا مش للا. يا درا يا درا بلادي بطان الأفراح وراها حازنة. يا درا يا درا يا درا ترجع في زمان ولا مهولة. يا درا يا درا مفتي شعارو في بيه ولا مدونة. يا درا يا درا يا درا وصيتو محفوظة ولا مزولة. يا درا يا درا هذه قدرة ربي ولا مهاونة. يا درا يا درا يا درا دعوت المظلوم تفيد بالعلا. يا درا يا درا رضاك لا مو مفروض في بلادنا. يا درا يا درا يا درا سرت المجروح. يا درا يا درا في شدة وتزول ولا مطولة. يا درا ترجع ايام الخير والهنا. ويا درا يا درا يا درا يا درا في شدة وتزول ولا مطولة. الفنان النجم رضا دوماز. وان شاء الله نضموا صوتنا الى صوتك يا رضا ونقولوا ان شاء الله ترجع ايام الخير ولهنا. ان شاء الله شده وتزول ما هيش مطوله. طيب الكلمات والالحان لمن؟ رضا دوماز. لرضا دوماز. هل رضا دوماز فقط يؤدي الاغنيه ولو الشعبيه ولكنها ملتزمه في نفس الوقت ولا عندك اغاني اخرى؟ لا عندي عده مواضيع. انا من الفنانين اللي شغلهم الشاغل هو يعني يتحدثوا مع الجمهور. نحب المواضيع اللي تخلي الجزائري يفكر مع نفسه شويه. يعني تفضل تؤدي الاغنيه المواضيع يعني الملتزمه اكثر. لا ما نجموش نسموها ملتزمه، هذه فكره ملتزمه راهي شويه قديمه. خاطرش حنا جزائريين نزيدوا بحب الوطن. تزيد بحب الوطن ولا ما تزيدش بحب الوطن؟ حنا من الناس اللي يحبوا بلادهم وماذا بينا نقولوا كلام للجمهور اللي يخليه يحس روحه جزائري. شكرا رضا. رضا من الملاحظات اللي قدمها لنا ايضا الجمهور حول شخصك انك يقول لك رضا يبدو دائما حزين. واش نقول لك؟ الحزن في القلوب على كل حال. وصحاب الشعب يقول لك سمات الانسان على وجهه يعني. يعني يقولون رضا نادرا ما يضحك. هاني ضحكتش اليوم هاني درت شويه محاوله اليوم. اي واش تحب؟ انا كي نغني لك مال الوطني نغني لك على الجراح. ما نجمش نغني ونضحك. انا ما كي نغني نهار نغني اغنيه تاع فكاهه بالك نضحك شويه. ولكن انا كي نعبر الكلام اللي نكتبه نعيشه ما فيش يعني ضحك. الملاحظات فقط ليس فقط يعني اثناء اداء الاغنيه لكن يقول لك هكذا رضا يعني في حياته اليوميه ماهوش بشوش. انا من عشاق الانضباط ومن عشاق البشاشه جدا. نحب نضحك. اخر مره ضحكت فيها؟ قبل ما نبداو الحصه. شكرا الفنان النجم رضا دوماز. طيب قبل أن ننتقل إلى جو مختلف يعني جو مختلف عن الأغنية راح ننتقل إلى جو